أهلا وسهلا بكم أصدقائي بدرس جديد، وهذه المرة ليس فوتوشوب ولكن أدوبي بريمير. في هذا الدرس سنتعلم كيف نزيل الخلفية الخضراء ونستبدلها بصورة أخرى. أول شيء سنقوم به هو أن عندنا 3 كليبات هنا، هنخليها تصير كليب واحد عن طريق سيلكت، وبعدين نست، وهنا نست هذه، نقول اوكي، صار عندنا كليب واحد. بعدين نذهب الى خيار افكتس، نختار كيينج اللي هو هذا كيينج، وطبعا كيينج بعدة اشكال من المؤثرات، فنختار اخر واحد اللي هو الترا كيينج، نسحبها على الكليب هكذا. شوف كل شيء ما تغير. نختار اللون او نرفع هذا اللون عن طريق القلم، نضغط هنا، حددنا لون اللون الأسود هنا، فنشوف اللون الأخضر اختفى صار أسود. وهنا طبعا عندنا عدة خيارات وإعدادات يجب أن نضبطها، حتى خصوصا هاي الخيارات تتعلق بتشوه الحدود. مثلا عندنا هنا بين اللون الأبيض بالشعر، فأهم شيء بالإعدادات هو شيء اسمه مات كلين أب. فأول خيار تشوك نحاول نضبط بهذا الإعداد، شوي شوي بدأ يختفي هذا اللون، سوفتن النعومة، عندنا كونتراست تبين الألوان، وميلد بوينت القوة الناعمة، أتصور هكذا ترجمته. ما عندنا خيار جدا مهم، هو أحيانا لما يصير اللون الأخضر على الشعر فنزيله عن طريق هذا. بس هنا من حسن حظنا الصورة جدا جيدة جدا، فما عندنا طالع لون أخضر من الخلفية على الشعر مبين. هذا طبعا من هذا الخيار الأوتبوت ممكن نختار ألفا شانل فتبين التشوهات أكثر. نرجع مثل ما كان كومبوزيت. هسه الآن نجيب الصورة أو الخلفية أو الفيلم اللي نريد نبدله. مثلا عندنا صورة هنا، عندنا صورة اسمها كلاود غيوم، نجيبها نحطها هنا، نكبرها، وبعدين نشوف إنه اختفت، اختفى الفيلم تماما، لأنه هذه هي الخلفية والخلفية لازم تكون تحت. فنشيل الفيلم اللي يكون بالمقدمة ونرفع للأمام. طبعا صار غلط انه استبدلنا واحد بواحد، كنترول زد، نرجع هذا الخلفية نرفعها للأمام هكذا، هذا شوية نرجعها إلى الوضع السابق ونرجعها فهكذا. يعني ما عندنا الكلاود الخلفية تصور بالأسفل، والفيلم مالنا هذه البنية تصير في الأعلى. شوف الآن استطعنا تبديل الخلفية بصورة أخرى، ممكن نبدلها مثلا بفيلم، ممكن نركب نشكل فيلم على فيلم، بحيث يعني ما نضطر في بعض الأحيان نطلع برا ونصور وإنه عندنا فيلم جاهز بس نجيبه ونركبه على الصورة أو الفيلم اللي عندنا. طبعا هذا كان الدرس عن إزالة الخلفية الخضراء في أدوبي بريمير، والدرس القادم سنتعلم كيف نزيل الخلفية الخضراء في أدوبي أفتر إفكتس. إلى اللقاء.